تاني على شعبة علم العلوم على الجمهورية. الحمد لله يعني ربنا فرحني بالنتيجة، وبعد تعب وبعد دعاء طبعا لربنا كتير ربنا وفقني ان انا اجيب النتيجة دي الحمد لله، وافرح والدي والدتي بعد تعب كبير اللي بتعبوا معايا جامد يعني الصراحة طول السنة، وربنا الحمد لله كفينا بالنتيجة. و يعني الحمد لله يعني نفسي اخش مثلا اخد منحة من جي يو سي في الجامعة الألمانية هنا في مصر. مثلي الأعلى طبعا والدي دكتور صيدلي، ربنا يخليه لي يعني تعب معايا السنة دي كلها، والحمد لله يعني أحب أشكر كل عيلتي اللي ساعدوني في السنة دي كلها والحمد لله. معدل المذاكرة المذاكرة طبعا من أول السنة تخش متحمس من أول السنة، فالحماس ده يعني بيبدأ في أول السنة بعدها بيبدأ يقل، بس مع ساعات المذاكرة بتبدأ مثلا في أول السنة 4 ساعات، بعدها وأنت ماشي بتطلع لفوق مثلا كده طول السنة بتزيد. فطبعا بقى في فترة المراجعة أول ما تخلص دي أهم فترة، دي بتخلصها بتروح بقى على طول تبدأ تحل، لأن الحل ده هو اللي بيثبت المعلومة والحل ده هو الأساس في أي حاجة. فالحمد لله يعني هو الحل اللي بيظبط، والحمد لله يعني ما فيش حاجة في الامتحان يعني ما حلتهاش قبل كده، أو الأفكار كلها الواحد كانت في دماغ الواحد يعني قبل ما يخش الامتحان، والحمد لله ربنا وفقه برضه طبعا بعد توفيق ربنا هو الأساس.